الازدحام يعني موجود هذا في كل، يعني تشوف المريض مرات ما يقدر يوصل، اللي عنده دوام ما يقدر يوصل، فالازدحام يعني يولد زحمة. ومثل ما قال الحجي ماكو أي توسعة وماكو أي علاج للجزرات الوسطية وللشوارع، أي شوارع إضافية ماكو، يعني لازم فتحل الأمانة تفكر بهالحادة. والله أولاً من ناحية الفكلايتات، من ناحية الطسات، من ناحية الطرق، ثانية من ناحية الوقت، إن ثانية عندنا ثانية وعندنا امتحان، فجأة تأثر علينا بكل الأوقات، يعني بالخروج وبالدخول، بباب الجامعة وبنات الجامعة، بالباب، يعني بكل مكان ازدحامات. فيا ريت والله من المرور يساعد هاي الأمور. حكومة فاشلة، ماكو حكومة، وين اكو حكومة بالعراق؟ يعني لو اكو حكومة بالعراق موجود هاي التكتكات بالشارع. اكو حكومة بالعراق موجود هاي الشوارع مكسرة محفرة، وين اكو حكومة بالشارع؟ ماكو حكومة. هاي حكومة كلاوات، هاي حكومة بيناتهم. الطلاب والموظفين متأخرين عن دوامهم. طبعا هو المفترض في بغداد لا يقل يعني اكثر شيء 500 سياره، 500 هسه ما يغارب هسه 5 مليون 4 مليون موجوده في محافظه بغداد. هاي بس الزخم هذا زين، هذا المرور متبهدل عدا السيارات مال القوات الامنيه، هذا الزخم المروري. طبعا مدارس تعبانه ما تقدر، متاخر على دوامه، الموظف متاخر على دوامه، السيارات صرف بنزين حدث بلا حرج. سببها شنو؟ هذا الزخم الازدحام. شوف طبعا هي هاي الجزرات الوسطيه ما مستفادين من عندها، مسويها 4 متر 5 متر ومخلي سيارتين يمشن ما بين كل فائده. طبعا مدير المرور انت التقيت بنفسيتك وقال لك راح انجز العمل هذا، نفسيت هاي التقاطع ولحد الان لا نفذ، وما نعرف محافظ بغداد او امين بغداد شنو قعدتك. اريد مشروع استراتيجي لحد الان في محافظة بغداد ماكو. طبعا ابو الانبار مشروع استراتيجي وشارع يخبل، عندك ابو العمارة، عندك الباقي المحافظات. انطيني محافظة بغداد بيها شارع مهم وفاد محافظة بغداد، خاصة المداخل. المداخل هاي منا مدخل ديالة بغداد، مناك المداخل كلها ما بيها كل فائدة، وهذا الازدحام الله شاهد مأذينا اكثر من ما تصور. شوف خل كاميرتك تصور وباوع. الحلول وين؟ رئيس الوزراء ما يشوف، امين بغداد ما يشوف، الطرق والجسور ما يشوفون، الفلوس مال الدوله وين تروح؟ 1300 مليار بس المحافظ بغداد، 500 مليار دولار بس الامين بغداد، شغلهم المن؟ اريد نعرف يعني هاي الفلوس وين جاي تروح؟ وين جاي يودونها؟ بالنسبه للازدحامات يعني معاناه الى اخر درجه، يعني سيارات بال 5000 سياره ببغداد. زين احنا نطلع من الصبح الدوام، تطلع من 7 الصبح ل 9 الى توصل للدوام. زين خلي يشوفوا لنا حل هاي الطيسات، والله تدمرنا بالقران. يعني السياره تبدل الصدر منها برا شهر لازم تبدل صدر ثاني، فمعاناه. يعني نطالب الحكومه، محافظ بغداد، امين بغداد يشوفوا لنا صوره حل هاي المشكله. تعبنا والله تعبنا. زين فنطالب الجهات المعنيه يشوفوا لنا حل هاي الطسات وهاي الازدحامات، مجسرات، انفاق، يعني صوره حل نريد. زين هاي عندك هنا البنزينخانه من تصير ازمه على الغاز هاي تقفل. زين والله نتمنى من الحكومه انه تخفف عن الازدحامات هاي والسيطرات والصبات الكونكريتيه اللي هي اساس اللي هي بالشوارع. ثانيا احنا جاي نعاني من الازدحامات وجاي ما نقدر يعني ناخذ راحتنا بالسيارات ولا جاي نقدر نمشي، مرات دراجات بايسكلات هوائيه ما جاي تلحق العالم، ما جاي تلحق دوامها، لا الخطوط لا طلاب لا موظفين. ونتمنى من الحكومه الناشطه بهذه الفتره يعني اللي جاي نمر بها هاي الايام والظروف، يعني الايام هاي كلها اذتنا بسبب الازدحامات يعني والناس اللي جاي تتاذى تتاخر عن عملها ودوامها ودوامها الرسمي والطلاب، يعني خاصه السنه الدراسيه. هذا الموضوع يعني هذا الشارع الخلفي هو يعني تأسيسه من الخمسينات ومن الستينات وما توسع ولا تطور، وهذا نفس الموضوع مثلا الشارع الرئيسي مال ابو نواس هم تلاحظه شارع تقريبا ما يسع في بعض الاحيان الا سياره واحده،
معناها شنو؟ معناها دائرة المشاريع في أمانة بغداد تحتاج إلى تطوير، يعني تحتاج إلى مشروع لتطوير دائرة المشاريع في أمانة بغداد. مثلا المنطقة اللي مقابل جامعة بغداد وجامعة النهرين من تنزل من جسر الجادرية، الشارع ضيق، اللي سووه جامعة النهرين سووا أسسوا شارع داخل الجامعة، وهذا خطأ. المفروض كان يوسعون الشارع المحاذي لجسر الجادرية حتى يصير سايدين ويستوعب الحجم الازدحامات. المدخل ما جامعة بغداد هسه انت من تروح جنابك تروح عليهم سادين الباب الرئيسي مال المدخل ومسويه الا دخول من تقاطع الترافيك لايت، وهاي العملية يعني هو ده يخلق الازدحام. هذا اقترح تكليف المكاتب الاستشارية في جامعة بغداد، في جامعة النهرين، مكتب استشاري النقاط المهندسين يقعدون بوضع حلول سريعة تطبيقية عملية، وليس الموظف اللي قاعد بالمكاتب هو اللي يشتغل. هذا الموضوع بصراحة يعني أمانة بغداد ما دا تسمع المقترحات اللي يقدمها حتى تحل الأزمة. يعني الشوارع صار لها سنين لحد الآن ما تغيرت. مشروع النقل المائي اللي هو انصرف عليه مبالغ كلش كبيرة في محافظة بغداد لم ينفذ، يعني اشتغل وجابوا صنعوا الزوارق وكذا ولحد الآن ما اشتغل مشروع النقل المائي. أي دولة بالعالم بيها أنهر ها تشوف دائما حركة الزوارق هي موجودة، في بغداد ماكو هذه الحركة، حركة الزوارق المائية الزوارق النهرية هذه ما موجودة، وهذه أيضا تخفف من الازدحامات. يعني تشوف السدة مال الكرادة مال العرصات مسدودة من قبل المسؤولين وبعض الوزارات، وهذا خطأ. يعني أملاك العامة الشوارع الرئيسية الأرصفة المفروض ما يستغلها المسؤول ولا المواطن المسؤول، المفروض هذه ملك للدولة ملك للمواطن. أنا أشوفه حتى أهم من مسألة ارتفاع الدولار وانخفاض الدولار لما له تأثير سلبي على المواطن وتدمير للنفسية وتحطيم حتى أحياناً تلاحظ أنه إنسان يتنرفز وتنخلق مشاكل نحن في غنى عنها. الأسباب كثيرة، أول شيء تخطيط مستقبلي لا يوجد عندنا بشكل نهائي، القائمين على هذه المهمة واللي هم مسؤولين عن البناء العمراني يجب أن يكونون بمستوى المسؤولية. استيراد السيارات العشوائي ومن مناشئ غير رصينة وبأسعار قسم منها رخيص بالقياس للسوق الحالي والارتفاع الأسعار، هاي مشكلة ثانية اللي أيضا تهدد الطرق وتهدد الازدحامات. على فكرة احنا إحصائيات تظهر هنا وهناك أنه خلال الأشهر آلافات الضحايا من خلال الطرق. يعني أنا قبل فترة مريت في جاي من الموصل إلى الشمال في التاجي، يعني ما شاهدته يند له الجبين، وأنا أتعجب يعني عجبا هذول السياسيين ما واحد مر بهم سيارات عاصية وحول مسوين طريق ثانوي. ليش ما نشوف هذا بأي دولة أخرى بالعالم؟ أقرب دولة علينا كردستان، يجب أن تأخذوا منها العبر، تأخذوا منها استراتيجيات التطور اللي هيحصل عندهم. والله الازدحامات دمرت الناس زين، هاي الموظفين هاي الناس، يعني هذا باب الشرجة هذا لازم إلى حل، إلى نفق يربط منا من باب الشرجة الباب الشيخ منا على الكرادة نفق. يعني الازدحام دمر الناس، دمرها دمار زين، كل ازدحام ساعتين وساعة ونص، يعني دمرت الناس اندمر. هسه احنا اهل المحلات نشوف ازدحام هنا يصير، حتى غراض ما نقدر ننزل زين، غراض ما نقدر تحكي ويا ابو السياره تقول حقه خطيه، هذا قلبه مشلوع. يعني انت تصور بالشتاء السائق عرقان تعبان من الازدحام، تعبان جسده تعبان، يروح لعائلته ميت تعبان يعني من الازدحام. هذا مو ازدحام، انتقام. هذا لازم الحكومه تشوف لها حل لهذا الازدحام، اسوي نفقات، اسقط هاي السيارات القديمه، السياره القديمه اسقطها زين، اسقطها يعني سيارات مستمره استيراد مستمر، ايش دعوه هالاستيراد هذا؟ الصفر، التكاتك، الحمل،
يعني هواي امور، يعني هواي امور، يعني تعبت العالم، لازم لها حل هاي الشغله، لازم لها حل. منا الوضع تعبان، منا الامور المعيشه صعبه، الورق ب 170 والعالم دايخه وداخت هم بهالشوارع، هاي التعبانه، هاي الطسات اسوي لها حل، هاي النقر منهولات بالشارع مفلشه، تبليط مفلش، ما يصير. لازم لها لجان، لازم لها ناس تشتغل صحيح، ناس تفكر صحيح، هالشارع سووا له حل عمي. عندنا هذا التقاطع الزحام 24 ساعة، العالم تجرون ساعة، جاي التجار تطبوا بسيارات وتطبوا بتكاتك، لاكو رقابة من الدولة، لاكو كل شيء. عندنا المريض هنا بهذا التقاطع إذا يوصل قبل لا يوصل المستشفى يتوفى. تقاطع الزحام 24 ساعة، البلد كله الزحام، بغداد كلها مختنقة بالازدحامات، شوارع ضيقة، ما دمرنا، دمرنا بس من الزحامات. طبعا اليوم اختناقات مرورية في بغداد، والتقاطع هذا مال البلديات، دائما هذا ازدحام يرتبط من البلديات بغداد جديده، ازدحام يعني شقل لك ساعتين ثلاثه موقف بالازدحام، اختناقات مروريه، الشارع لا يسع الا ساعتين، يعني لازم ما طلع عليه اعمار لا اقساء لا عرضوا الشوارع اختناقات، يعني هذا التقاطع مال البلديات سبب لنا هواي مشاكل. اولا المريض يعني ما يلحق المستشفى الطريق ويتوفى، نريد يعني تعمرون هذا الشارع او تعبرونه سوونه في مجسر او في شيء. يعني احنا قبل السقوط كان تعداد السيارات مو هذا، مو هذا، فالسبب من ضخ السيارات بهذا الشكل هو اختلاق فوضى، فوضى عارمة، والمواطنين طبعا احتيادي، ازدحامات تسبب مشاكل مرورية، مشاكل اجتماعية تسبب، ايه. فهذا دور الحكومة اليوم اللي يتقلص من تحجم التاجر وتخاطب دائرة المرور والمواصلات ووزارة التخطيط،
إذا هي جازمة وعازمة أنه تحل هذه المشاكل. المواطن طبعاً يلقى سوق مفتوح يشتري على راحته وبدون ضوابط، وهاي يصير هاي المشاكل تصير طبعاً. فاحنا قلنا هاي الأمور مختلقة، هذه من 2003 لحد هذا اليوم. شنو تاجر على راحته يستورد يعني كم هائل من العجلات ومن السيارات ومن التكتوك، ويجي النوب يحاسب المواطن اللي يصاعد الدراجة واللي يصاعد تكتك واللي يصاعد السايبة واللي يصاعد هيشي؟ وهم يعرفون هذه الأمور، يعني لا مظاهرات تفيد بيهم، لا خطاب يفيد بيهم، لا مبادئ تفيد، كل شيء ما يفيد. الوضع إذا كل حكومة عازمة على هذا الشيء تحط ضوابط وشروط جمركية على العجلات وعلى المعارض اللي منفلتة طبعاً، خاصة المعارض اللي ماخذين 3/4 الشوارع ماخذيها لهم. في الحقيقة سبب الزحمات ليس هي بالمرة الأولى نشوف احنا صار ستي، بس هي الزحمات سببها بعض كثرة السيارات، الناس بكثرة صارت، وفي أي عزمة تكون الزحمات تخلق شوارع اللي هو شوارع ما عدم يعني ما مفتوحة، هذيك الشوارع المفتوحة أكثر شيء مسدودة طبعاً بها استدامات، فهذا يسبب خناق كلش قوي للموظفين للعمال لأي فئة موجودة، راح يسبب ازدحامات بكثرة في كل مناطق، وسبب تأخيرها راح يكون عند الموظفين. يعني أكثر الناس قامت تطلع من الفجر يلا توصل إلى مكانها المحدد، مثل كموظف يطلع من الوقت، كمحل، كصاحب معمل، كأي شيء، هذا ده يسبب له يعني أزمة قوية. احنا بنقول على الحكومة أن تكون راعي لهذا الشيء الموجود، لأن المواطن دا يتأثر بهذا الازدحام، ليس الحكومة قاعدة، المواطن دا يتأثر، دا يشوف خناقات وكثرة، يعني اللي يطلع من الصبح ما يوصل إلا للعصر أو للمساء على هذه الازدحامات. وإحنا نقول الفروع اللي موجودة واللي إمكانات المسدودة خلي تفتح حتى شوية السهل للمواطن، يقدر يطلع بغير طريقة، يقدر يطلع بغير مكان، حتى تكون إلى أسهل وأبسط. إحنا نقول يجب على كل الجهات المعنية الموجودة أن تساهم في هذا المجال، ولو إحنا نقول صح كثرة العجلات السيارة وكثرة الناس الموجودة، لازم أكو طريقة، لازم أكو تشييد، أكو شيء بناء جديد، حتى شنو سهل أمر الشخص، سهل أمر المواطن في مجال عمله لوصول أسرع وأسرع. ما شاء الله هي شوارع القديمة، شوارع محفرة، شوارع مكسرة، مليان الشارع كله تكتك، وهاي شوارع بغداد محفرة خايسة مكسرة، ويجيبون يدخلون في السيارات الأحزاب السايبة والتكتك والسمت والبيجو والشركات تبيع سيارات، وهاي أوضاع العراق صارت هاي الحالة مالتهم. طبعا اليوم أكو ازدحامات ببغداد ذكرتنا بالألفين وسبعة 2009 8 للعشرة يجوز وفوقها همينة. الخضراء مسدودة، الخضراء جدا مؤثرة ببغداد. شوف بغداد انفتحت الخضراء بيها تقريبا صار لها اسبوعين، الجزء والجزء الاخر انفتح قبل يمكن 3 أشهر او خلينا نقول ورا المظاهرات صارت اخيرة. هذا الجزء اللي هو ربع يكون او اصغر من بغداد جدا مؤثر ببغداد. اليوم انا شفت عالم بالدراجات رايحة للدوام، عالم مشي اليوم مشوا الله لا يكذبني من بداية القادسية اللي هي بنص الكرخ الحد جامعة بغداد اللي هي بالرصافة، عالم مشي اليوم قدامنا. أنا اليوم تارك السيارة مالتي طلعت للتقاطع، منطقتي لقيتها قافلة، رجعت ذبيت السيارة طلعت مشي الله لا يكذبني 3 كيلوات 4 إذا مو أكثر أنا يمشي. كافي شفناه قبل وشفناه هسه، ما نريد نشوفه بعد، لان تعبنا عمي شعب تعب. سياسيين يعني هسه اذا اقول سفله والله العظيم، يعني اريد اسولف بهاللهجه هاي، لان تعبتونا عمي، بزعتونا وجودكم علينا يعني سيء جدا. اخي شيل المنطقه الخضراء، شيلها خليها على الاطراف، شيلها خليها بالمطار، تعبتونا حسبي الله ونعم الوكيل. والله الازدحامات اثرت بشكل سلبي بالشارع
العراقي، خصوصا ازدحامات تخص المناطق. احنا من نقول بس الرصافه هي اكثر ازدحامات بسبب وجود الدوائر والمؤسسات اللي تكثر بالرصافه، ونشوف احنا قله الجسور والانفاق اللي بالشوارع بغداد سببت الازدحامات. احنا مثل ما نشاهد بشكل يومي خصوصا مع اول ساعات الصباح والموظفين ووجود الطلاب نشوف الازدحامات بكثره بشكل يومي، بالاضافه الى انه نهايه الدوام جاي يصير انه ايضا وقت الذروه اللي وقت الازدحامات ما بعد الساعه 1 الى الساعه 3، وهذا ياثر على نفسيه المواطن بالاضافه الى الامور والمشاكل الكثيره من سوء الخدمات وقله التعيينات، بالاضافه الها ايضا اليوم الازدحام سبب حاله نفسيه وولد حاله تذمر عند المواطن. احنا لا لقينا حلول، الدوله لا وجدت حلول للمواطن بخصوص تسقيط انواع السيارات القديمه واستيراد سيارات جديده، هذا سبب انه مضايقات بالنسبه للشارع. ناهيك عن وجود السيارات الغير مرخصه والاستيراد بشكل مو طبيعي، وتقليل اسعار السيارات بالاقساط، صار كل بيت وكل شارع باكثر من 5-6 سيارات كل البيت، فهاي كلها تولد حاله ازدحام بالشارع. هنالك حلول مو المواطن يضعها، اصحاب الاختصاص اصحاب الشان هم يتابعوا. اولا اللي واضحه عندهم انه شغله الجسور وشغله الانفاق، وبالنسبه لاستيراد السيارات يحاولون انه يسقطون الموديل القديم وشنو الجديد، انه هنا بالنسبه لهم الاستيراد اقلل من الاستيراد، لان هذا هو يسبب الازدحامات. اذا باقي نفس الشارع واجيب سيارات من انواعها بجميعها راح يصير سبب الازدحام. نهك عن المخالفات اللي تحدث من العجلات اللي هي عجلات الصغيره اللي موجوده، وكل احنا نعرف انه هاي مشكله تخص الطالب وتخص الموظف، وتاخير عن الدوام وساعات متاخره بالانتظار في السياره بسبب الازدحام، وخصوصا في موسم بدايه العام الدراسي وموسم الامتحانات ودوام الموظفين، هذا كله يسبب مشاكل وتوتر عند المواطن. كل شيء هواي تاثر علينا، الازدحامات، التنقل، المفروض يعني نوصل المنطقه ممكن تكون نوصل لها بنص ساعه قامت تصير ساعتين، تصير 3 ساعات، يعني لابد من وجود حلول لهذا الشيء. احنا كطلاب نتاخر، يعني لازم نطلع بدل من 7 ب8، فالموضوع هذا يعني يراد له حلول. يا اما يعني نخلي جراجات اكثر، نخلي موضوع المترو اللي صار له هوايه مصاير. نشوف الازدحامات، نحن بكل العالم كل عواصم العالم نشوف الازدحامات، بس هاي الازدحامات يساووا لها حلول. يعني اولا يساووا لها حلول جذريه، هسه بنقول انه اخي الحكومه 4 سنين ما بتلحق لها الحلول الجذريه، بس عندك حلول مؤقته. هاي الحلول المؤقته كثير من الشغلات فيك تساويها بسهوله. يعني انت المفروض تفتح الشوارع اللي مسكره والمغلقه، تساوي اي طريقه ثانيه لوصول المواطن باسرع ما يمكن، تغير الدوام، تغير ساعات الدوام من المدارس والدوائر والمصارف، لحتى ما يصير ازدحام فرد مرة. يعني كل العالم بدها تنزل إجباري فرد مرة. وتاني شيء، كتير شوارع مسكريها، لشو الدليل مسكرينها؟ التقاطعات، انت الاستدارات مسكرها ليش؟ شو السبب؟ يعني منو اللي عم يستفيد من هالمشاكل هذه؟ ليش المواطن، الموظف، الطالب ما يوصل لمكان محله في ساعة المناسبة؟ شنو الدليل؟ يعني في دول كتير تجي تعمل خرائط، تعمل دراسات، تعمل كتير شغلات مشان هاي الازدحامات تقللها. نحن مع الأسف يعني بهالعشرين سنة ما سوينا ولا جسر ولا نفق ولا شنو هاي؟ ليش يعني هالأموال وين عم تروح؟ منو المسؤول؟ المسؤولين تعال حاسبوهم.
انت لازم يكون عندك خطه خمسيه، خطه 10 سنين بتنفذها. فلان رئيس، فلان وزير ما نفذها، ليش وشو سوى بالاموال تبعها؟ كطلاب، احنا كطلاب جامعة وموظفين او غيرها وغيرها، تأثير الزحامات تأثير سلبي على الطالب او على الموظف. بالتالي يعني الطالب راح يضطر يقعد بالخمسة مثلا، نفترض طلع بس بالخمسة راح يوصل للجامعة متأخر، والرجعة هم كذلك. فبالتالي ما بيها تأثير، اي تأثير ايجابي ما بيها، تأثيرها فقط سلبي. الزحامات طبعا تكون سبب رئيسي تاخير الطالب عن الامتحانات، تاخير الموظف عن الدائره مالته. انا كمحامي ما اقدر، اذا اريد اوصل مثلا للمحكمه، واذا عندي شغل، او اذا عندي اي مرافعه بالمحكمه، او عندي اي شغل بالدائره، ما راح اقدر اوصل بالوقت المناسب اللي اوصل تقريبا بال10 بال11، وهذا الوقت ما راح يناسبني انه اكمل شغلي بالوقت المناسب. يعني كنصيحه او اتمنى المسؤولين يسمعون، او اتمنى اي احد بالدوله يسمعني، انه يكون حل هاي المساله. يعني احنا بكل الطرق ما نقدر نوصل، احنا نطلع مثلا من 6 الصبح نوصل بال10 او بال9 الصبح، وهاي بهاي الحاله احنا ما راح نقدر كل شيء نسوي.
بالتأكيد الازدحامات اليوم وبغداد أصبحت يعني شوارعها لا تطاق، والموظف لا يصل إلى دائرته بشكل صحيح أو بالوقت المناسب. بالتالي حتى اليوم عندما تكون هناك حالات طارئة أو للقضية الأمنية إلى آخرها، هناك زحامات تأخذ عدة ساعات في الطريق. بالتالي اليوم التخطيط لهذا الأمر هو تخطيط يجب على الحكومة ووزارة التخطيط عليها بالدرجة الأولى أن تحسب أن استيراد مثل هذه السيارات والشركات التي تستأرد سيارات بهذه الطريقة وطريقة عشوائية وغير مدروسة وعدم تسقيط الموديلات القديمة، أعتقد هو كله سبب للازدحامات في الشارع. كذلك هناك تقاطعات في الطرق، هناك مشاكل في الطرق لم تكن فيها صيانة أيضا. هذه كلها المشاكل اليوم ألقت بظلالها السلبي على المواطن وعلى حتى على مجريات الحياة اليومية. اليوم نجد أن هناك الكثير يترك سيارته في البيت من أجل يوصل إلى عمله أو إلى باب رزقه. بالتالي هذه المشاكل يجب على الدولة أن تتحمل المسؤولية، ويجب أن تقف أمام الشركات التي تأتي بهذه السيارات بالجملة. وبالتالي حتى هناك في الأقصاد وهناك الكثير من هذه الأمور يجب إيقافها وأن تكون دراسة بشكل صحيح وأسقاط الموديلات القديمة حتى نستطيع الوصول إلى دوارنا، نستطيع الوصول إلى أبواب رزقنا، نستطيع الوصول إلى الأماكن الصحية وغيرها. يعني الازدحامات لها تأثير سلبي الحقيقة على المواطن وعلى حتى السائق وحتى على الموظف، لأنه هاي الازدحامات قد تسبب له نوع من الضجر ونوع من التأخير. أحياناً إحنا نعطي محاضرات بالتنمية البشرية إدارة الوقت، وبالتالي لما نصير ازدحامات بهذه الطريقة يفقد الإنسان إدارة لوقته ولمهامه وإلى أعماله. المشكلة إحنا ليس مهمتنا أن ننتقد، لكنه مهمتنا أن نعرف شنو الأزمة، شنو مسببات الأزمة، وشنو إمكانية معالجتها. هذا الاستيراد للسيارات بدون رقابة مشكلة من المشكلات حقيقة، لأنه كثرة السيارات تعطيل الترافيك لايت. المحافظة بغداد يعني بها صار زخم غير طبيعي، وبالتالي يجب تدخل سواء كادر شرطة المرور حتى الحكومة، والتنبيه بأنه هناك أزمة خانقة بالسيارات وبالازدحامات. وأنا أعتقد يعني ممكن حتى تقليل مسألة الاستيراد، تسقيط بعض السيارات اللي بمواليد قديمة الحقيقة، سبعينات وستينات والثمانينات، وبالتالي يصير انفراج بالطريق وبالشارع. حقيقة هو هذا الموضوع شائك، يعني وكأنما بغداد
يعني خططت استعماريا، يعني اللي خطط لبغداد خططها حتى ما يصير بها توسعات. يعني أنا حقيقة زرت بعض الدول الأوروبية، لاحظت أنه العالم مو فقط يهتم بالعاصمة، العالم يهتمون بعواصم أخرى يسوي. يعني أنا بدل ما أسوي باريس عاصمة، يروح إلى 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 أماكن أخرى أيضا أخليها بمستوى العاصمة. بغداد وضعها مزري تماما. يعني في كثير من الأحيان إحنا نضطر نعوف سياراتنا ونرجع إلى التاكسي إلى النقل العام. بغداد المفروض أولا يوقفون الاستيراد السيارات، مثل ما حضرتك تفضلت إنه الطاقة الاستيعابية 250,000 والموجود أكثر من 4 ملايين، إذا مو 6 ملايين حسب مصادر اللي أعرفها أنا. المفروض الدولة تهتم حاليا بالنقل العام. النقل العام ليش مهمل؟ يعني ليش لجأنا إلى الأساليب البدائية وتركنا الباصات اللي كانت تمشي في بغداد، وكانت توقيتات محددة وكانت توقيتات حلوة، وكنا من كنا شباب نروح للكليات أو نروح لمدارسنا بالنقل العام، وذاك من ذاك اللي عنده سيارة على عيني وراسي قدرة شرائية صارت عند العالم. لكن هذا مو معناها أني أجيب وأقوم سيارات بدون تخطيط وبدون دراسة. الحقيقة نحن في بغداد نعاني منذ زمن طويل من الاختناقات المرورية والازدحامات والكم الهائل من السيارات، وكذلك الطرق المقطوعة والطرق المسدودة والتي تزيد هذه الاختراقات. الحقيقة الإجراءات الحكومية جدا مخجلة في مسألة رفع هذا الزخم المروري عن الطرق والمواصلات في بغداد. لم نلاحظ هناك إصلاحات في الشوارع، لم يتم رفع المطبات عن الشوارع، هناك الكثير من الطرق الفرعية مسدودة ومغلقة لحد الآن، هناك كثير من العوائق. يجب على أمانة بغداد والمتمثلة بأمينها الوقوف والحيلولة دون هذه الازدحامات ودون هذه الاختراقات. عانينا الكثير، نريد حلا سريعا ومجديا، ونريد حلول جذرية في مسألة الاختراقات المرورية. لم تعد لدينا طاقة للتحمل. الموظف يصل متأخرا إلى مقر عمله ويحتاج أنه يستيقظ مبكرا حتى يصل بالموعد المحدد. المريض يعاني من الوصول إلى المستشفى، الطالب يعاني من الوصول إلى الكلية أو الجامعة أو المدرسة. إلى متى هذه الازدحامات؟ أنا طالع من المحمودية الساعة 6:00، وصلت للدائرة مال الزراعة الساعة 9:30 تقريبا، بالأربع ساعات أنا بالازدحام على مود أستلم قطع مال كيمياوي للزراعة. فإحنا هم ناشد وزارة الزراعة من قبلكم وزير الزراعة هم يخلي فرصة عمل ينقل الغراض مال الفلاح للمناطق مالتهم عامل من كثرة الازدحام الموجود ببغداد. ازدحامات وماكو تنظيم مروري بصورة صحيحة، مضبوط؟ اي ماكو تنظيم مروري، اثنين كثافة ودوائر وتكاتك، عدم تنظيمهم، وهذا اللي يؤدي شوارع فارغة وهنا نحاصر العالم. وجهد هذا بس ابو مرور واحد، شو اللي يسوي لك هذا ابو المرور؟ واحد ما يقدر بتقاطع 4 شوارع؟ هذا مو شارع، وداعة الحسين ضيم وظلايم، هاي عندنا التقاطع هذا وذاك الثاني. بيناتنا العباس فاضي، لا المواطن يمشي. كل احنا ما مرتاحين. ونظل تشندوا بهالشكل نعاني احنا، تشندوا بنعاني. انتم تقبلونها؟ هسه متنا من الجوع ما يخالف. نموت من الجوع ما يخالف. متنا من الضيم ما يخالف. يعني وهذا ضيم ثالث؟ تقبلونها؟ المنشكي. المنشكي بعد المنشكي، المن اروح اشكي. مسكينه الوزير مسكين المقاولين ما لهم شغل، ما لهم اي دخل. يا اخي يا اخي ضيم بالعباس وفاضل هسه تباوح تكون تباوح، هسه تلاحظ شويه، شوف المواطن، شوف الوضعيه شنو مال الشعب، شوف وضعيتنا شنو كثيفه بين الحسين كثيفه. طبعا حالات الوفيات عندنا، حالات الوفيات 20% عفوا 10% حالات الوفيات بسبب هذا الزخم. حالات الوفيات هسه
اللي تخربط اللي يصير بيه شيء حتى لو بحادث ها؟ الله شاهد يموت ما لحق عليه. حالات الوفيات 10% بهالمكان، شوفها هالمكانات لان ما تلحق عليه ازدحامات ويموت عندك ماكو كيلومتر يموت بسبب الازدحامات وهذا الزخم. خلي يسوون لنا حل لهذا الزخيم وخاصه هذا التقاطع، تقاطع البلديات اللي هو مدمرنا. نعم اليوم الازدحامات اصبحت عامه في العراق. اول سبب عدم تطور الطرق، لا توجد جسور ولا توجد اليوم استيعاب كامل للعدد الهائل من السيارات. اليوم كل الطرق مزدحمه. اول شيء السبب الاول هو التخبط في القرارات، الخلل في الاداره. اليوم عندنا الاف من السيارات، اول شيء الاستيراد مفتوح، الوارد الخليجي مفتوح، كل الاستيراد اليوم للاسف لحد هاي الاليه لحد الان لم يضعوا اليه للاستيراد. يعني اقل تقدير اليوم كان من بامكان اليوم وزاره العمل او وزاره التجاره وبالتعاون مع مديريه المرور توقف اليوم الاستيراد. اما سقط موديلات من الشارع، يعني عندنا سيارات قديمه لحد الان جاي تمشي بالشارع، وبالتالي اليوم الاستيراد الحديث فوقه، وبالتالي هذا العدد الهائل من السيارات جاي يأثر بصورة مباشرة على الشوارع. اليوم الازدحامات عامة في كل الطرق في العراق. الخلل هو كان الإدارة للأسف كل الأخطاء والفساد اللي جاي على مدار 2003 إلى هذا اليوم. احنا اليوم طبينا بسنة 2023 ولا زال اليوم الفساد موجود. ما توجد هناك رقابة، المفروض اكو رقابة حقيقية تراقب العمل التجار اللي جاي يستوردون بشكل استيعابي. يعني شوف الشوارع ما تستوعب السيارات، بس اليوم لا توجد قناعة عند التاجر. حتى مديرية المرور، اليوم مديرية المرور كان بإمكانها تضع اليوم خطة، وزارة الداخلية تضع خطة اليوم لإيقاف الاستيراد حتى اليوم نسقط كل الموديلات القديمة من الشارع. هذه خطة، بالتالي بناء جسور، بناء طرق معتمدة، لأن اليوم الازدحام جاي يسبب في تأخير الموظف، تأخير كل إنسان اليوم جاي يتضرر بسبب الازدحامات. بالتالي اليوم إحنا خلينا نكون واقعيين، الخلل هو في الإدارة. الإدارة لم تعالج هذه المشاكل. الحكومات على مدارها من 2003 إلى هذا اليوم لم تضع خطة حقيقية للخلاص من الازدحامات والخلاص اليوم من الاستيراد. اليوم الاستيراد اليوم ما جاي تراقب عمل التجار، جاي شو يسوون التجار؟ جاي يصدرون سيارات، هاي يسموها اليوم البضاعة المهملة في خارج العراق. يعني اليوم هاي السيارات اللي جاي يجيبوها يسموها وارد خليجي، وارد خليجي. هاي السيارات بضاعة مهملة جاي يدخلوها للعراق ويتم تصليحها وعادتها من جديد حتى تمشي هاي السيارات على أرض الواقع، باعتبار هاي السيارات موجودة وحديثة.